المؤمن دائما يتفاءل، مفهوم؟ اي نعم. طيب، بعد هذا ذكرنا الاستسقاء بالانواع وطلب السقيا من النوع من النجم، وقال الشيخ بن عبد الله رحمه الله تعالى: ذهبت الانواع وجاءتنا المنخفضات الجويه. تقول هذا الفصل يكثر نزول الامطار في الجزيره العربيه باذن الله، نسال الله من فضله. اما تقول هذا لا يخطئ نوعه، هذا عمل جميل. اذا اعتقد تاثير الرياح الاكبر يعتقد انها سبب اصغر، وعلم النجوم قلنا ينقسم الى قسمين: تسيير وتاثير. تاثيرا يعتقد ان النجوم لها علاقه بالحوادث الارضيه. اما التسيير وعلاماته وبالنجم هم يهتدون. خلق الله سبحانه وتعالى النجوم لثلاثه اشياء، هذا فيما علمنا الله سبحانه وتعالى: زينه للسماء، ونجوما للشياطين، وعلاماته ابتدى بها. فمن تاول غير ذلك علم التاثير اخطا واضاع نصيبه. يضيع النصيب الكلي اذا اعتقد تاثيرها بذاتها، يضيع بعض النصيب اذا اعتقد انها سبب وليست بسبب. لا اقسم، تنبيه، لا للتنبيه انتبه، اقسم لله ان يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا ان نقسم الا بالله. لا اقسم بواقع النجوم، النجم مخلوق، حتى هو النجم ما اختار موقع لنفسه، الله سبحانه وتعالى خلق النجم ووضع له مكان يكون فيه. كيف تجعل هذا النجم هو الذي ينزل المطر؟ وتجعلون رزقكم وتجعلون ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به، إما شركا أكبر على اعتقاد أن النجم هو المنزل المطر، أو شركا أصغر على اعتقاد أنه سبب وهو ليس بسبب.